عندنا المجموعة الثانية من الإبيثيليوم واللي هي يطلق عليها بالسيدو ستراتيفايد كولومنال إبيثيليوم، اللي قلنا هذا النوع من الخلايا اللي هو خلايا بأطوال متفاوتة، أي خلية توصل إلى السطح النسيج وخلايا أخرى تكون قصيرة لا تصل إلى السطح. ولذلك راح يكون تفاوت في مستويات الأنوية، وهذا التفاوت في مستويات الأنوية راح ينتج يعطينا انطباع خاطئ عنا انه هذا النسيج هو مطبق، مثل ما موجود بهذا السلايد اللي هو التراكيا اللي هو يكون مبطن بالسيدو ستراتيفايد كولومنار ابيثيليوم. طبعا راح ناخذ قوه اكبر اللي هي 10 اكس، ونشاهد انه هذا البطانه مال هذا النسيج اللي هي هذه بالاعلى اعلى طبقه، هذه اللي هي عباره عن سيدو ستراتيفايد كولومنار ابيثيليوم. لو ناخذ بعد قوة أكبر اللي هي 40 اكس، راح نشاهد هذه الخلايا بصورة واضحة تكون بارتفاعات ومستويات مختلفة، كأنه أمامنا هي عبارة عن ستراتيفايد كولومنار إبيثيليوم. يعني هذه الطبقة تتكون من عدة طبقات، ولكن هي بالأصل طبقة واحدة، صف واحد من الخلايا، ولكن هذه الخلايا تكون بارتفاعات مختلفة مثل ما موجود هنا أمامنا، وهذه الارتفاعات المختلفة راح ينتج، شوف هنا مستويات الأنوية بمستويات مختلفة، وطبعا شكل الخلايا هو كولومنار وتحتوي بالأبيكال سيرفيس. نشاهد هذه اللي هي البرش لايك بوردر، حافة تشبه حافة الفرشاة، هذه هي السيليا اللي توجد بالأبيكال سيرفيس of السيدو ستراتيفايد كولومنار إبيثيليوم. طبعا هذه هي طبقة الإبيثيليوم، واللي تحتها هي طبقة الكونكتيف تيشو اللي تحتوي على الإكسترا سيلولار ماتريكس والسيلز والخلايا. طبعا هذا سلايد ثاني للسيدو ستراتيفايد كولومنر، الانويه بارتفاعات مختلفه، وتجي دائما مع هذا النوع من النسيج الخلايا الكاسيه اللي هي الجوبلت سيل. هذه اللي امامنا هي الجوبلت سيل، طبعا وظيفتها افراز الميوكس، وهذا الميوكس طبعا راح ينتقل الى السطح، هذا راح يجعل السطح مويست رطب، وهذا طبعا راح يساعد الاهداب بتنظيف الممرات التنفسية من الفورين بارتيكل اللي راح تلتصق بهذه الأهداب اللي تكون رطبة بالميوكاس اللي ينفرز من الجوبلت سيل، وطبعا هذه الأهداب راح تحرك هذه الفورين بارتيكل إلى خارج هذه الممرات التنفسية، وبالتالي تمنع دخول البارتيكلز إلى الرئتين. فإذا دائما السيدو ستراتيفايد كولومنار إبيثيليوم راح يرافقه جوبلت سيل اللي هذه هي امامنا. هنا هذه الجوبلت سيل كلش واضحه